لنقاش الملف السوري ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة الريحانية تركيا الخبير العسكري السوري أديب العلوي. أهلا بكم أستاذ أديب. حياك لكم. تسمعني أستاذ أديب؟ نعم أسمع. نعم، نبدأ من التحذيرات والتفاهمات الدولية حول تواجد الميليشيات في الجنوب الغربي في سوريا. كيف تقرأ هذا الإعلان، إعلان ميليشيا حزب الله عن مشاركته في هذه المعارك بالمنطقة وتوقيت هذا الإعلان أيضا؟ نعم، مساء الخير، تحية لكم تحية المشاهدين. يعني حقيقة نحن نعلم ان ما يحصل في الجنوب هو عباره عن تفاهمات دوليه، يعني تم استلام الملف من الولايات المتحده الامريكيه، تم تسليمه الى روسيا، وبالتالي روسيا هي اصبحت تتحكم في الجنوب. ولكن حزب الله بشكل خاص والميليشيات الايرانيه المتواجده في المنطقه الجنوبيه، يعني نحن نعلم ان هناك مصلحه خاصه لروسيا لوجود هذه الميليشيات، لانها هي التي تقاتل على الارض. نحن يعني الجميع يعلم ان النظام لم يبقى لديه جيش، بقي اشلاء وبقي يعني بقايا جيش للنظام. نعم. وبالتالي المتواجدين على الارض والذين يقومون بالمعركه البريه الحقيقه هم يعني الميليشيات الشيعيه المتواجده في المنطقه والتي تعتمد عليها روسيا اعتماد كبير، ويعني يتنكرون بزي الجيش النظام ويلبسون بزات النظام ولباس النظام، اضافه الى استخدامهم لهويات بعض العديد من الذين قتلوا في المعارك سابقا. وبالتالي نحن نقول ان روسيا تستخدمهم الان، ولكن في النهايه يعني روسيا تنسق مع اسرائيل حول هذه النقطه في هذا السياق الايرانيه بعد انتهاء هذه المعارك. في هذا السياق كان هناك اعترافات لهاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي لميليشيا حزب الله بانه قد يدخل الميليشيا في مواجهه مباشره مع الولايات المتحده الامريكيه والكيان الصهيوني. لماذا اذا يعلن حزب الله عن تواجده في هذه المنطقه ومشاركته في هذه المعارك؟ يعني الحقيقه هي عباره عن بروباغندا اعلاميه، يعني ايران التي هي ولي الامر للميليشيات الشيعيه ولحزب الله لا تستطيع ان تواجه في هذه المناطق وفي سوريا بشكل خاص. يعني الى حد الجو الاسرائيلي والصواريخ الاسرائيليه التي تقصف، ونحن نعلم ان اسرائيل في كل يوم تقوم بقصف العديد من النقاط الايرانيه، ولا تتمكن ايران لا من الرد سوى بالتصريحات الفارغه التي لا قيمه لها. ونحن يعني اطلعنا على تقرير مفصل من يعني المخابرات الاسرائيليه بان هناك اهداف داخل الاراضي العراقيه ستقوم بقصفها اسرائيل، وهذه النقاط عديده وعلى راسها المعبر الذي يربط العراق مع ايران، وبعض الاماكن النقاط في داخل العراق التي يتواجد فيها اسلحه وذخائر يعني يتم نقلها باتجاه الاراضي السوريه. نعم. لذلك يعني لا يعني اذا كانت ايران لا تتجرا على الرد على اسرائيل، فما بالك بالنسبه لحزب الله؟ حزب الله لا يساوي شيء يعني بالنسبه لاسرائيل في حقيقه الامر، يعني اذا اردنا حقيقه الامر، وخاصه بعد هذه يعني الخسائر الكبيره التي مني بها داخل الاراضي السوريه. هذه البروباغندا الاعلاميه كما وصفتها استاذ اديب، هل بامكاننا ان نضع تصريحات الرئيس الايراني حسن روحاني في هذا السياق ايضا عن قوله ان كل ما يفعله ترامب تجاه ايران هو بمثابه اللعب بالنار؟ يا سيدي، يعني نحن نعلم ان يعني ايران منذ يعني 79 منذ ظهور النظام الملالي على الساحه، نعلم انهم يلعبون على حافه الهاويه، ما يسمى على حافه الهاويه. نعم. بمعنى اخر ان روحاني تصريحاته عباره ايضا عن بروباغندا اعلاميه، وهو حقيقه هو لعب بالنار يعني مع الولايات المتحده الامريكيه. هم يعولون دائما على الزمن وعلى يعني وجود حكومه معينه، يعني حكومه امريكيه جديده، او وجود اناس لهم في الكونغرس. ونحن لاحظنا اليوم ان هناك اجتماع كان بين وزير الخارجيه الامريكي وبين الميليشيات عفوا الايرانيين الامريكيين من اصل ايراني، وهناك لوبي ايراني يحاول ان يلعب كما تلعب يعني
ايران تحاول ان تلعب يعني الحقيقه للامريكي في امريكا، لكن بشكل ضعيف لا يغني ولا يشبع من جوع. اشكرك جزيل الشكر الخبير العسكري السوري اديب العليوي، كنت معنا عبر الهاتف من مدينه الريحانيه التركيه.